يوم حنكمل موضوعنا في الكلينيس ثيورم. طيب الكلينيس ثيورم بيحكي لك برضه كيف اخذنا انه احنا ممكن انه انت تحول ترانزيشن جراف لريجولر اكسبريشن، تمام؟ بالدروس السابقه برضه بحكي لك انه لو انا في عندي مثلا فاينايت اوتوماتا اف اي 1، وفي عندي كمان فاينايت اوتوماتا ثانيه، يعني في عندي فاينايت اوتوماتا بتحقق خصائص وكمان فاينايت اوتوماتا بتحقق خصائص ثانيه، بحكي لك ممكن انه انا اعمل فاينايت اوتوماتا جديده تكون بتقبل يعني بتكون لغه، تمام، بتقبل ايش الفاينايت اوتوماتا الاولى والثانيه. كيف يعني؟ اذا حكيت له مثلا اف اي 3 باجي بحكي له ايش اللي هي اف اي 1 اور اف اي 2. يعني انا بعمل عندي تنتين فاينايت اوتوماتا، بعمل فاينايت اوتوماتا الاور تبعهم وبكون لغة جديدة. كيف يعني؟ يعني انا مثلا الفاينايت اوتوماتا هاي، تمام، خصائصها مثلا بتنتهي في اي، اوكي. الفاينايت اوتوماتا الثانية خصائصها مثلا بتنتهي في دبل بي، اوكي. الفاينايت اوتوماتا الثالثة، تمام، ايش راح تكون؟ راح تكون بتقبل انه ممكن تنتهي في اي وممكن تنتهي في دبل بي، تمام. يعني يا الكلمه بتنتهي، يعني يا الكلمه بتيجي مثلا اي بي اي، اوكي هيك تمام مقبوله، او بتيجي بتنتهي مثلا بي اي بي بي مثلا، اوكي. طيب كذلك نفس الموضوع الريجولر اكسبريشن. الريجولر اكسبريشن بحكي لك اذا انا في عندي ار 1 ريجولر اكسبريشن وار 2 ريجولر اكسبريشن، بقدر انا اجي احكي له ار 3 يساوي ار 1 اور ار 2. يعني لو انا عندي الريجولر اكسبريشن هاي مثلا، اوكي، وعندي مثلا الريجولار اكسبريشن هاي مثلا A اور بي كلوجر مثلا بي، تمام. هاي عندي ريجولار اكسبريشن بتبدا في A، وهاي ايش بتبدا في A وبتنتهي في B، تمام. طيب خلينا اغيرها مثلا، هاي خلينا اجي احكي له بي A، تمام، اوكي. هاي بتبدا في بي A او بتبدا في بي في A، تمام. فالريجولر اكسبريشن تبعها الثالثة ايش راح تكون؟ راح تكون بي اي اي اور بي كلوجر اور اي اي اور بي كلوجر بي. يعني انا كونت ار 3، الار 3 صارت الاولى اور الثانية. الاولى اور الثانية ايش معناها؟ معناها الار 3 الريجولر اكسبريشن الثالثة اللي عندي هي لغة، تمام، اللغة هاي مواصفات اللغة هاي بتقبل جميع الكلمات هاي أو هاي، تمام؟ طيب هلا بالفاينل بالريجولر اكسبريشن خلص احنا بس بنكتب بنجيب، يعني اذا حكى لك اثبت لي انه ار 3 بتساوي مثلا ار 1 زائد ار 2، تمام؟ بس تيجي تحكي له بتنزل هاي، اوكي، زي ما هي، اور بتنزل ايش؟ الريجولر اكسبريشن الثانية. بس بالفاينايت اوتوماتا ايش بدك تعمل؟ في عندك طريقتين، طريقة اسمها زد ماشين، اوكي، زد ماشين، وطريقة راح نيجي ناخذها في الريجولار لانجوج، اوكي. طيب اذا هلا احنا حكينا الاور، بحكي لك نفس الفكرة كمان، انا ممكن اجي احكي له اف اي 3 اوكي ايكوال اف اي 1 اف اي 2. هاي الاف اي 3، تمام، ممكن انا اخذ الكونكاتينيشن تبعهم، تمام، بس ايش بتصير؟ ما بتختلف، يعني ال هاي اللي راح تعطيني، تمام، راح ما راح تكون من هون او من هون، يعني حتكون يعني كونكاتينيشن، تمام. يعني مثلا لو هاي الفاينايت اوتوماتا كانت حكينا مثلا بتنتهي في ايه، تمام، وهاي بي بي، اوكي. طيب اذا حكينا هاي مثلا بتنتهي ايش في إيه في ايه، تمام، هاي بتنتهي في ايه. طيب بالاور كنا ممكن نحصلها، يعني ممكن انا احصل هاي وخلص بتوديني على الفاينل وهي بتوديني على الفاينل، بس هون هاي لا ما بقدر، تمام. هون كذلك نفس الموضوع، الار 3 بتساوي ايش؟ الريجولر اكسبريشن الاول كونكاتينيشن مع الريجولر اكسبريشن الثاني، هاي في حالة ايش؟ الكونكاتينيشن، اوكي. طيب يعني في حال او فيك تيجي تحكي الشكل هاد وهون، اوكي، تقاطع والاتحاد، تمام.
طيب خلينا ناخذ مثال على كيف انا ممكن ال FA1 وال FA2، كيف انا ممكن اني انا اعمل لهم اور. طيب اذا اجي احكي لك عندك ال FA الاولى، تمام، مثلا اكس اوكي مثلا بي، تمام، هون ايه وهون ايه، يعني هاي خصائص اللغة ايش المفروض انه انتو تعرفوها، خصائص اللغة انه بتحتوي على دبل اي، تمام. طيب واذا اجي احكي لك ال FA2، اوكي FA2 ايش هي؟ احكي لك مثلا y1 اوكي و A وهون B y2 اوكي، لازم انه تسميهم عشان ايش؟ اللي هون راح اجي احكي له x2 وهون ايش؟ x3 وهاي x1 اوكي؟ y2. طيب انا في y واجاني اجاني ايه؟ اوكي وهون انا اجاني هون، اوكي. طيب هلا لاحظوا كيف هون، يعني كيف هلا انا بدي اعمل اور بيناتهم. يعني لو اجي حكى لك اف 3 تمام بتساوي اف اي 1 اف اي 2، بحكى لك اثبت لي اياها، او مثلا حكى لك طلع لي اليونيون تبعهم، يونيون اوكي. اوكي ايش تيجي بتعمل؟ خلينا نيجي خطوة بخطوة. طيب احنا حكينا عن طريق ايش؟ الزد ماشين. طيب ايش باجي بسوي؟ اول شيء باجي بكتب له زد 1. هلا زد 1 هاي ايش؟ اسم ستيت، تمام، يعني اسم ستيت. اوكي انا باجي بعمل ستيت اسمها زد 1، باجي بحكي لها بتساوي الزد 1 هاي، بخليها ستارت، تمام، وباخذ الستارت، يعني وين مكان وين الستيت ستارت باخذ اسمها وهون اسمها. فايش باجي بحكي له x1 اوكي اور y1، يعني انا اجيت اخذت ستارت تبعت الاولى وستارت تبعت الثانيه. ليش؟ لانها اور، لانه ممكن تبدا من هون او تبدا من هون، تمام. يعني اور ايش معناها؟ اور يعني يا بتبدا في هاي، يعني يا هاي يا هاي، فانه ممكن تبدا بواي وممكن تبدا في ايش؟ في اكس. اوكي طيب هلا انا اجيت حكيت له x1 يساوي z1 يساوي x1 اور y1. طيب لو نيجي نعمل جدول اسمه ترانزيشن تيبل، انا ما شرحته بس هلا راح اجي احكي لكم عنه. هون اجي احكي له a وهون b اوكي، وهون ايش عندنا؟ z1. طيب هلا انا عندي ستيت اسمها z1 اوكي، وايش عندنا الانبوت اللي هو a و b اوكي. طيب باجي هون z1 ايش بتساوي؟ x1. طيب x1 read a، هون داجي احكي له read a، يعني انا قرأت a، انا في x1 قرأت a اوكي، انا في x1 قرأت a، وين بروح؟ على x2. فايش باجي بحكي له؟ x2 اور انا بي y1 برضو ايش؟ read a اوكي، انا في y1 هيني بي y1 وقرأت a، وين بضل مكاني، تمام. فاذا ايش باجي بحكي له؟ y1. طيب هلا هاي بتختلف عن اللي فوقيها، بتختلف. ليش؟ لانه هاي x1 هاي y1 هاي x2. طيب فاذا بشوفها مختلفه بسميها ستيت جديده، فباجي بحكي له z2 ماينس 1، عفوا. اوكي هلا نيجي هاي، نيجي اخر اشي احنا نعدلهم. اوكي نيجي امسحها، اخر اشي باجي بحكي لكم متى بتحطوا بالفاينل. طيب اوكي اذا عندي z2. طيب ماشي، اذا انا هلا ايش باجي بحكي له؟ انا z1، انا بزد 1 قرات ايه صح؟ قرات ايه، ايش النتيجه اللي اعطتني؟ اعطتني x2 من هاي واعطتني ايش؟ y1 من هاي، تمام. فايش الناتج النهائي؟ طلع عندي z2، فباجي بحكي له هون ايش؟ z2.
تمام. طيب هلا ايش ضايل لي؟ ضايل لي زد 1 واقرا بي. اوكي طيب، اذا هلا زد 1 اوكي بقرا بي. اذا انا هون، انا في هاي، لساتني في هاي، تمام، لساتني بهاي. ايش بدي بحكي له؟ ريد بي، انا لساتني هاي قرات بي. اوكي فاكس 1 قرات بي، وين بروح؟ اكس 1 قرات بي، وين بروح؟ بضل لي مكاني. فباجي بحكي له ايش؟ اكس 1 اور ال واي 1 قرات بي، وين بروح؟ هي واي 1 وين بروح؟ بروح على وين؟ على واي 2. اوكي طيب هاي بتختلف عن اللي قبل. بتختلف. ليش؟ هاي ما بتساوي هاي، تمام، يعني هاي اوكي ما بتساوي هاي، تمام، لانه هاي اكس 2 اور واي 1، هاي اكس 1 اور واي 2. طيب ماشي، اذا قرأت بي هاي مختلفة، تمام مختلفة. فايش باجي بسميها ستيت جديدة. فايش صار هون عندي؟ هون صار عندي زد 3. اوكي طيب هلا انا بدي اكمل، هلا بكمل بناء على حكي ايش اللي على اليمين، اللي هون اوكي، اللي هون من الجهة هاي هيك وعلى اليمين. اوكي اي ستيت موجودة ومش موجودة على الشمال لازم اخذ احتمالاتها، تمام، عشان ما تنسى تعبي الترانزيشن تيبل. يعني انا ايش هلا ناقصني؟ ناقصني Z2، اخذ احتمالات Z2 واحتمالات Z3، تمام. طيب اذا باجي بحكي له Z2، اذا انا ب Z2، وين Z2؟ هاي ها Z2، هاي Z2 قرأت A. اوكي اذا هون انا ريد A، انا قرأت هون A. طيب ماشي، اذا انا هلا بال X2، يعني بال X2 قرأت A، وين بروح؟ بروح على على X3. طيب بتصير X3 or انا بي واي 1 وقرات ايه، وين بروح؟ قرات ايه بضلني مكاني، فبتصير واي 1. طيب هاي جديده ولا لا؟ اوكي جديده. اذا هاي ايش بسميها؟ بسميها زد 4. اذا خليني اجي اكتبها تحت، زد 4 يساوي اكس 3 حكينا اور واي 1. اوكي طيب انا لساتني وين؟ عشان ما اتخربط بعد كل ما انا اعمل عملية، تمام، بكتبها بالترانزيشن تيبل عشان ما اغلط. انا بزد 2 قرأت ايه، وين بروح؟ بروح على زد 4. اوكي زد 4 اللي كتبناه هون هلا، ورجعنا كتبناه هون للترتيب. اوكي طيب زد 4، اذا انا هلا ايش ناقصني؟ ناقصني اقرأ البي. اوكي اذا اجت حكيت لهون ريد بي. طيب انا هون قرأت بي اكس 2، وين اكس 2؟ هيها اكس 2 قرأت بي، وين بروح؟ على اكس 1. اكس 1 اور انا قرات بي. اوكي وين انا؟ بي واي 1. واي 1 قرات بي، وين بروح؟ على واي 2. واي 2 طيب اكس 1 واي 2 موجوده، موجوده. وين هي؟ اللي هي زد 3. فشو باجي بحكي له هون؟ باجي بحكي له هون زد 3. اوكي طيب باجي بطلع هلا على ترانزيشن تيبل، ايش شيء موجود على اليمين مش موجود على الشمال؟ موجود زد 3. فباجي باخذ احتمالات الزد 3. طيب الزد 3 وينها؟ هيها هاي زد 3. جيت حكيت له هون مثلا ريد ايه، قرات ايه، قرات ايه، ايش بعمل؟ اكس 1 قرات ايه، بروح على اكس 2. اوكي واي 2 قرات ايه، وين بروح؟ اور واي 2. في عندنا اكس 2 اور واي 2؟ لا ما عندنا، فبسميها ايش؟ زد 5. زد 5 ايش صارت؟ اكس 2 or y2، تمام. طيب اذا انا هلا بزد 3، هيني انا بزد 3 وقرات ايه، اعطاني هذا الناتج. هذا الناتج نزلته هون وسميته ايش؟ زد 5، لانه مش ما بتشابه بشيء. اوكي طيب فبزد 3 اجاني ايه؟ انا هيني اجاني ايه بزد 3. ايش وين بروح؟ حكينا بروح على زد 5. زد 5 طيب انا بزد 3 واجاني بي. اوكي خليني اجي انا هون اشيلها، اجي احكي له انه انا قرأت ايش. طيب لو اجيت انا هون حكيت له ايش؟ ريد كي بي. طيب ريد بي زي اكس 1 وين بتروح؟ اكس 1 قرأت بي بتضلها مكانها اكس 1، اور واي 2 واي 2 قرأت بي، وين بروح؟ على واي 1. X1 or Y1. اوكي
اذا x2 or y1 اذا انا بزد 3 تمام، عفوا y2 اوكي انا بزد 3 اوكي وقرأت b تمام لا عفوا زد اوكي. اذا انا x1 or y1، طيب x1 or y1 موجودة عندي، موجودة ايش اللي هي z1، z1 طيب باجي هون هلا ايش بحكي له، باجي هون بحكي له اشي موجود على اليمين مش موجود على الشمال اللي هو z4. طيب خليني اجي اكمل z4، انا هيني بz4 x3 or y1 read a، قرأت a، انا هيني قرأت a بايش بالz4 اللي هي هاي. طيب x3 or y1 x3 وينها، هيها قرأت a برجع عليها مكانها، والy1 الy1 برضو مكانها، فايش بتصير x3 or y1، فهاي موجودة او موجودة ايش هي اللي هي نفسها z4 اوكي z4. طيب ال قرأت b، اذا اجت حكيت له انا read b، طيب انا وين كنت ب x3 قرأت b بتضلها مكانها x3 or بالy1 قرأت b ايش x3 or y2، اذا x3 or y2 تمام قرأت b اوكي بالضبط. طيب x3 تمام b or y1 انا ب y1 قرأت b1 بروح على y2 اوكي. طيب x3 or y2 موجود عندي، x3 or y2 مش موجود عندي صح، طيب مش موجود عندي، فايش بجي بحكي له z6 تساوي 3x3 or y2 اوكي. اذا انا هون ايش بجي بحكي له، بجي بحكي له x3 عفوا بجي بحكي له z6 تمام، وهكذا بجي بحكي له هلا z5، z5 انا x2 or y2 x2 قرأت a1 بروح على x3 or ال y2 قرأت a بضلني مكاني or y2. هاي ايش هي حكينا، حكينا هاي اللي هي z6، هاي اللي هي z6 اوكي اذا z6. طيب ال x5 قرأت b x5 اللي هي هاي اوكي، x2 انا ب x2 قرأت b ايش بروح، بروح على x1 or انا x y2 انا هيني هون y2 وقرأت b بروح وين على y1، اذا x1 or y1 هاي ما بتوديني على z1، على z1 اوكي. هلا ايش ضايل عندنا موجود هون مش موجود هون، ضايل عندنا ايش اللي هو اوكي اذا هلا ضايل عندنا ايش اللي هو z6. طيب لو جيت هلا حكيت له انا هون z6، طيب z6 ايش هو، z6 اللي هي حكينا x3 or y2 اللي هي هاي، اللي هي هاي اوكي، هاي x3 or y2 هاي اللي ايش حكينا، اللي حكينا z6. طيب انا هون ريد ايه قرأت ايه x3 قرأت ايه، وين بروح على ايه عفوا x3 قصدي اور الواي 2 قرأت ايه، وين بروح مكاني y2 تمام، ونفس الفكرة هون انا ايش هيك انا هاي موجود عندي صح اللي هي ايش نفسها، اذا بس انا اقرأ ايه وين بروح، بروح على z6. طيب لما اقرأ بي ايش بعمل، انا ب x3 قرأت بي بضلني مكاني، وهون اذا x3 or y1 ليش، لانه انا ب y2 هيني حاليا هاي اللي هي z6
انا بي واي 2 وقرات بي يوم بروح على واي 1 فصارت اكس 3 اور واي 1 اكس 3 اور واي 1 اني وحده موجوده عندنا اه اللي هي ايش زد 4 اذا زد 4. طيب هلا هذا الشكل صفى عندنا اوكي. هذا الترانزيشن تيبل اوكي، هاي الرسمه، هاي انا هلا برسم الرسمه بناء على الترانزيشن تيبل. اذا انا هيك خلصت كل حلي اوكي. طيب لو اجيت انا هلا لو اجيت هلا انا هون بدي ارسم فاينايت اوتوماتا بناء على الترانزيشن تيبل الموجود اوكي. طيب ايش باجي بحكي له؟ اوكي هلا في شغله نسيناها، ايش؟ نحدد الفاينل. هلا لازم نحدد الفاينل، الفاينل وين بنحدده؟ مكان ما ظهرت الاكس 3 اوكي لانها فاينل، ومكان ما ظهرت الواي 2، يعني وين ما ظهر الواي 2 والاكس 3 فاينل، يعني واي 2 او اكس 3. اذا هون في واي 2 او اكس 3، لا لا واي 2 اكس 3 لا، هون موجوده صح؟ موجوده واي موجوده هون اكس 3 اوكي. اذا الزد 4 فاينل، يعني لازم واحده منهم تكون موجوده. طيب واي 2 هاي موجوده هون، فاذا الزد 5 فاينل، هون موجوده اكس 3 وواي 2 برضه، فاذا هاي فاينل. كيف؟ فإذا عندي أكثر من فاينل وعادي جدا. طيب باجي بحكي له زد 1 أوكي ستارت، أنا قرأت إيه وين بروح؟ على زد، جيت هيك وهيك أوكي. أنا هون قرأت إيش؟ إيه قرأت إيه وين بتوديني؟ بتوديني على زد 2 أوكي. قرأت بي وين بروح؟ على زد 3. هاي بي وين بروح؟ على زد 3 اوكي. انا هلا وين؟ بزد 2 اوكي، هيني بزد 2 زد 2. وقرأت ايه وين بروح؟ على زد 4. قرأت ايه بروح وين؟ على زد 4. طيب وقرأت بي وين بروح؟ على زد 3. اذا هون ايش؟ قرأت بي اوكي. طيب انا بزد 4 اوكي ضايل هلا ايش؟ زد 3 زد 3. وقرأت ايه وين بروح؟ على زد 5. بصير ايش هون؟ ايه وهون ايش؟ زد 5. طيب وزد 3 وقرأت ايش؟ بي بروح وين؟ على زد 1. فهون ايش بدي بحكي له؟ بي اوكي. طيب هلا انا وين؟ بزد 4. زد 4 قرأت ايه وين بروح؟ على مكاني نفسي بضلني هاي ايه هون ايش؟ زد 6. اذا باجي بحكي له هون ايش؟ زد 6. زد 6 قرأت بي بروح عليها اوكي ضايل زد 5. زد 5 وين؟ قرأت ايه هون وهون قرأت بي برد برجعها هون اوكي. وزد 6 قرأت ايه هون مكاني ايه. وزد 4 قرأت بي، إذا قرأت بي برجع وين؟ على زد 4. طيب نيجي نحط الفاينل اللي هي زد هاي اوكي وزد 5 اللي هي هاي اوكي وزد 6 اللي هي هاي. تمام اوكي. فإذا هاي الفاينل اوتوماتيك طلعت ايش هي؟ اللي هي الاف 3 اوكي. اذا هاي تخرج لي ايش؟ لاحظوا هاي خصائص هاي او خصائص هاي. تمام يعني هون هل هون هاي ايش تحكي لك؟ هاي لازم يكون في بي، يعني لازم يكون في بي. تمام لانه يعني انا اذا قرأت ايه بضلني مكاني، فلازم يكون في بي. تمام وهي ايش بتحكي لك؟ انه لازم يكون في دبل ايه. طيب انا ممكن اشوف انه لازم يكون في فعليا هيك ولا لا. طب لو اجي افوت انا هون لو قرأت اي اي او فعليا هون عمل اكسبت هون على دبل ايه. طيب البي تمام لازم يكون في بي اوكي. فاذا مثلا لاحظوا كيف هي بي اي قبلها، ليش؟ لانه موجودة في بي. تمام بس لو مش موجودة بي ما بقبلها
اوكي طيب then زد 3 كمان فاينل بحكي لانه هون لازم يقبل البي تمام لازم يقبل البي هون هون لازم يقبل البي تمام ليش لانه بالزد 3 هون نسينا نحط لاحظوا بس هون بالزد 3 في واي 2 صح الواي 2 ايش فاينل فنسينا نحطها هون تمام فهاي بتخرج لك ايش اي ايش بدك اياه من هدول الثنتين تمام يعني عبارة عن فاينل اوتوماتا موجودة اختصاص اللغة يا هاي يا هاي اوكي اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكم الف عافية.